لنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة المحلل السياسي السوري محمد ياسين النجار. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا بكم. أستاذ محمد، كما شاهدنا في التقرير قصف حصار ومنع لدخول القوافل والمساعدات الإنسانية على الغوطة، إلى أي مدى ينطبق هذا مع محاولة لتجسيد سيناريو حلب الذي شاهدناه بالأمس؟ التصريحات الروسية لمحت إلى ذلك منذ البداية، وكان بلهجة التهديد أنه سوف يكون هناك سيناريو مشابه لسيناريو حلب. لذلك أن القرار الدولي 2401 الواضح تماما أنه أصبح بلا أي مضمون، وحتى الساعات الخمس التي تكلم عنها النظام الروسي كانت ساعات قتل وساعات تدمير، ومنع حتى العملية الأجهزة التي تعالج المرضى المدنيين الذين تم قصفهم. لذلك اليوم هناك جلسة للأمم المتحدة في هذا السياق. نعم، كنت سأسألك عن هذه الجلسة حول فشل هدنة الغوطة التي ستنعقد بطلب فرنسي بريطاني، ما هي أبرز النتائج التي يمكن أن تترتب عنها؟ هناك وفد الآن للائتلاف وهيئة التفاوض في نيويورك، وقد تم التواصل مع السفراء الدائمين لمجلس الأمن. أنا أظن أن هذه الجلسة المغلقة سوف يكون هناك حديث صريح من قبل الدول، وأيضا يمكن أن يكون فيها كلام مباشر وتهديدات لبعض الدول التي لم تلتزم هذا القرار 2401. واليوم شهدنا الأمير زيد بن رعد في لجنة حقوق الإنسان في جنيف يقول أن ما يحدث في دمشق هو نهاية العالم، وأنا أقول إضافة لذلك هو نهاية للإنسانية ما يتم حاليا في الغوطة من عمليات قصف ممنهج تمارسه دولة عظمى تدعي أنها حامية وحارسة للسلم الدولي. نعم، الأمم المتحدة أستاذ محمد سحبت قوافلها وكذلك صليب الأحمر، إلى أي مدى بإمكان مثل هذه المنظمات الحقوقية والمنظمات الإنسانية ذات الثقل الدولي بإمكانها أن تحدث تغييرا على الصعيد الإنساني على الأقل في سوريا؟ أنا أظن هذه العمليات السحب سوف تكون عمليات ضاغطة على المجتمع الدولي، على البشرية، على الإنسانية، لكي يتعاطفوا أكثر مع الضحية التي يمارس عليها عمليات جرائم إبادة مباشرة. لكن أنا الواضح أن الروس غير مبالين بتلك كافة هذه العمليات الضغط الضاغطة الإنسانية، وخاصة عندما نلاحظ أن الروس عبر تاريخهم لم ينحازوا إلى أي قضية إنسانية يمكن من خلالها التواصل مع الشعوب. أشكرك جزيل الشكر محمد ياسين النجار المحلل السياسي السوري، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة القطرية الدوحة.